واحد صفقة القرن، اثنين مسلسل الجن والمشاهد اللي في أماكن تاريخية والخارج عن العادات، ثلاث مؤتمر البحرين ومؤتمر صفقة القرن، أربعة فيلم جابر، خمسة مناهج التعليم في الأردن واللي بتعملها شركة أجنبية وبتألفها وقائمة عليها وعلى ترجمتها، وستة كوشنر في زيارة لعدة دول عربية واللي منها الأردن، وسبعة وهو زيارة يهودية إلى مقام النبي هارون في لواء البتراء وممارسة طقوس غريبة. خلينا نبلش. موضوع خطير جدا جدا جدا، واضح انه ممنهج ومرتب له من غير ما احكي شو الغاية منه ولا شو الهدف منه، فهي واضحة جدا جدا. والمشكلة الاكبر والاخطر من هيك هو من مين وعشان مين ومين اللي موافق او مطنش او دافن راسه في التراب انه عم بصير هيك. يعني في صفقة القرن مثلا، اللي بزعج أكثر من بنودها وتداعياتها ومين مستفيد منها ومين مش مستفيد منها، هي الرياكشنز الوطنية للحكام الزعماء العرب اللي بيحكي لك إنه التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية أو في الضفة أو في الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. بحكي لك لا، أحقية الشعب الفلسطيني بكل ذرة تراب من أرض فلسطين وعاصمتها القدس كاملة، لا غربية ولا شرقية ولا فوق ولا تحت ولا وسط، كلها على بعض هي تيجي باكج واحد ما راح يتقسم. وغيره يا معلم، فيلم جن اللي حكينا عنه أو مسلسل جن اللي حكينا عنه اللي هو من إنتاج نتفليكس واللي كان فيه ممارسات ومشاهد خارج عن العادات والتقاليد واللي بتقبلها الشعب الأردني، واللي تصورت وين؟ اللي تصورت في أهم معلم تاريخي في الأردن واللي هو البتراء. وراح نرجع ونربط الامور ببعض ونعرف شو سبب اني انا عم بحكي عن هذا الموضوع تحديدا. ومسلسل جن اللي حكينا عنه اصلا في فيديوهات قبل هيك او في فيديو قبل هيك، ما راح ارجع اعيد كل تفاصيله. ورقم ثلاث اللي هو مؤتمر البحرين لصفقة القرن واللي حكيت عنه فيديو برضه منفصل او فيديوهات منفصلة واللي فندنا فيه كل الخطاب او حللنا فيه كل الخطاب تبع الامور كوشنر عراب الصفقة. ورقم أربعة فيلم جابر اللي عامل ضجة كتير كبيرة في الوقت الحالي وهو لازم يعمل ضجة كبيرة، اللي إن صحت الضجة اللي حواليه والأقوال اللي قاعدة تطلع حوالين هاد الفيلم، فقرة على الأخلاق والانتماء والقيم السلام. يعني احنا في الاردن اصلا لا عندنا تلفزيون ولا عندنا سينما، ولما بلشنا نتطلع على الضوء ونفتح وجهنا للنور انه احنا بدنا نعمل مسلسل او بدنا نعمل فيلم، شو عملنا؟ رحنا عملنا جن ورحنا عملنا جابر. واللي ما بيعرف فيلم جابر او اللي ما بيعرف او ما سمع عنه، هو فيلم واللي يتم تصويره وين؟ في مدينة البتراء، واللي هو شو ماله؟ اعتذر عن التمثيل في عدد من الممثلين الاردنيين بسبب شو؟ بسبب انه على حسب رايهم او حسب ما حكوا انه السيناريو تبعه والمشاهد تبعته فيها ترويج لاحقيه مين؟ لاحقيه اليهود في ايش؟ في البتراء. طبعا معلم، هيك كمثال بسيط، انت اذا رحت لقيت مصاري في بنطلون وادعيت انه هدول الفلوس الك، فيعني جزما هذا البنطلون اما انه الك او انك انت راح تدعي انه الك، لانه اكيد ما راح يكون لا لجارك ولا لاخوك ولا لابن حارتك ولا تبع محل الخضره والدكان الموجوده في الحاره، اكيد الك، لانه شو جاب الفلوس اصلا اللي انت بتحكي انهم الك في بنطلون اخوك وجارك وابن عمك والناس اللي ساكنه حواليك والى اخره. فانت راح تحكي اكيد هذا البنطلون اللي لقيت فيه الفلوس تبعتي هاي اللي انا فاقدها من زمان هو الي. او اذا بدك تقر انه هذا البنطلون مش الك هلا، فانت راح تحكي انه اكيد هذا الزلمه سرق البنطلون اللي فيه الفلوس تبعتي مني، واما راح اخده منه برضا او راح اخده منه غصب عنه او راح نوزع البنطلون ولا انا راح اخذه ولا هو راح اخذه لحد ما هو يتركه وانا برجع بظبط هذا البنطلون بعدين زي ما انا بدي. وهذول شو بيحكوا لك في المسلسل او في الفيلم؟ بيحكي لك انه اول ما تفتح عيونك راح تلاقي انه في ولد هيك يهودي دخل على البتراء مسك هيك لقى اثار وحجر، هذا الحجر مكتوب عليه باللغه العبريه الام تبعتهم،
لقينا الحجر تبعنا والآثار تبعتنا وين؟ في البتراء. معناته هاي البتراء لمين؟ هاي البتراء إلنا. والبتراء وين موجودة؟ في الأردن. معناته البتراء لمين؟ البتراء إلنا. فبليز شباب يعني أعطونا الأشياء اللي إلنا واللي مش راح يصير أكيد يعني. والنقطة الخامسة واللي هي مناهج التعليم اللي من شركات أجنبية أو بريطانية اللي تم كتابة عقد معها من وزارة التربية والتعليم على تأليف المناهج وترجمتها وراح تتم طباعتها وتم طباعتها وتوزيعها على الطلاب. واللي بدك تحطه في بالك اللي حكينا عنه في فيديو منفصل طبعا، واللي راح تحطه في بالك إنه اللي كتب أصلا المناهج مش فارق معه لا قيمك ولا دينك ولا تاريخك ولا انتماءاتك ولا إرثك ولا أي إشي، فراح يكتب هذا الإشي أو هذه المعلومات اللي راح تنحط في هاي الكتب على حسب رأيه، على حسب اللي هو شايفه مناسب واللي هو بده اياه، بغض النظر اللي قاعد بحكيه صح ولا غلط، لكن اللي بدنا نحطه في بالنا انه مش كل الاهل واعيين ومش كل الاهل قاعدين بتبعوا ورا اولادهم شو قاعدين بدرسوا، واصلا النظام التعليمي زي ما حكينا قبل هيك فيديو قائم على موضوع الحفظ وحشو معلومات، فالموضوع جدا خطير، ممكن يغير ايديولوجية كاملة، ممكن يغير يعني فكر كامل او طريقة تفكير لجيل كامل بسبب انه انت طلعت لي المناهج تنكتب من شركة مش محلية ومش من كفاءات محلية. وبعدها بشوي عراب صفقة القرن اللي حكينا عنه الأمور كوشنر في زيارة لعدة دول عربية واللي منها الأردن، وأنا وياك عارفين انه أكيد كوشنر مش جاي ياخد قرن من فرع البنك الدولي اللي موجود في الأردن أكيد يعني، ومش جاي يطلب مساعدات من الأردن. احنا عارفين قبل هيك حكينا في فيديو عن الأمور كوشنر وحكينا ان توجهاته هي يهودية وإسرائيلية وفي المستوطنات الإسرائيلية او مستوطن إسرائيلي في دولة فلسطين. وهون نيجي للنقطة المهمة اللي بدنا نحكي عنها واللي متداولة جدا واللي هي بتحكي لك زيارة مجموعة يهودية. مجموعة ايش؟ مجموعة يهودية لوين؟ لجنوب الأردن. للأردن. طيب إذا شو يعني؟ يعني شو مالك؟ شو صار؟ زاروا الأردن؟ شو صار؟ طيب إذا عادي ما هم أجوا قبل هيك وراحوا على جنوب الأردن وفي رئيس بلدية في الأردن نشمي أنقذهم لأنه كانوا راح يغرقوا وكانوا في مكان جدا 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 ظروفه صعبة يعني، والدنيا شمس وفيش فيه نقطة مي وفيش فيه سيل، وبرضه كانوا راح يغرقوا وأنقذهم الزلمة وكانوا لابسين شورتات وتيشيرتات والجو كثير حلو، وبرضه كانوا بيعانوا وراح يغرقوا وأنقذهم الزلمة، والزلمة يعني تصور معاهم وكان جدا بشوش ولطيف وأمور. قال لك هدول اخواننا وحبايبنا يا زلمه، اخوانك لحالك. هلا هو صحيح انت طلعت اعتذرت عن الفيديو يعني اللي انتشر او عن الحكي اللي انحكى، بس ليس الا، وجدا بشكركم يعني انه ذكرتوني بهذا الفيديو مع ان انا ما حكيت عنه بولا فيديو بعد هيك، بس هيني حكيت لك عنه ايش اللي صار. المهم يا معلم شو كنا نحكي؟ كنا نحكي انه الجماعة اليهودية هدول اجوا على الاردن على جنوب الاردن وين؟ حكينا في البتراء اللي شو صار فيها يا حزرك؟ اللي تصور فيها مسلسل جن، واللي كانت المشاهد اللي فيه بتغالط في طبيعة العادات والتقاليد الأردنية، واللي شو صار فيه كمان فيلم جابر، واللي فيلم جابر شو بقول لك؟ بقول لك واحد طفل يهودي لاقى حجر، هذا الحجر عليه كتابات عبرية، وبعديها راح يعملوا القصة اللي حكيت لك عنها قبل شوي. واللي كمان شو صار فيه زيارة يهودية، وبعد الزيارة اليهودية شو صار فيها؟ هوب 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 طلعنا 1500 متر فوق مستوى سطح البحر في رحلة الحج اللي بين السلاسل الجبلية الوعر، وهوب واللي احنا وين؟ واللي احنا عند مقام النبي هارون. وشو عملوا يا معلم في المقام؟ مارسوا طقوسهم الغريبة فوق المقام وتحت المقام وحوالين المقام وجنب المقام وجوا المقام، وما حدا قالهم ثلث الثلاثة قديش. ايوه تعال تعال لهون، انت زلمة متعصب وما عندك تسامح ديني وما عندك تسامح عرقي، وانت زلمة موجه. لا سيدي تعال اقول لك، هل شفت اللي بروح صلي في المسجد الأقصى شو بصير معه؟ هل شفت المقدسات الإسلامية والكنائس المسيحية اللي موجودة في فلسطين شو بصير عليها اعتداءات من اليهود اللي بدك يعني أنا أتسامح معهم؟ كمان شي يا سيدي، هل شفت القصف والقتل والتدمير اللي بصير على أهلنا في فلسطين من هدول اللي أنا بدي أتسامح معهم كمان؟ فهون أتوقع نقطة وسطر جديد، لا تقول لي تسامح أديان ولا تقرب على هاي النقطة.
ليش؟ لأنه تسامح الأديان بده يصير مع حدا، بتسامح معك دينيا، تسامح الأعراق بده يصير مع حدا، تسامح معك عرقيا، وأنت نفسك اللي قاعد تحكي بهاي التفاصيل. لو أنه أجا أخوك وأخوك أخذ منك، خليني أحكي تحويشة الأربع خمس سنين اللي كنت تشتغل فيهم اللي أبصر أنت شو ناوي تسوي فيهم، فأنت ديفينتلي يعني أنا متأكد مليون بالمية أنه أنت انتهت علاقة الرابطة الأخوية بينك وبين أخوك، إذا أصلا ما كنت راح تكون يمكن عملت فيه جريمة أو قتلته أو إلى آخره، أو قصة هيك شوي تقرب لك الموضوع أكثر. Let's say خلينا نحكي أنه هذا أخوك نفسه، هو مشكلة جي أصلا يعني، بس خلينا نحكي أنه أخوك أجا وأخذ منك قطعة الأرض اللي أنت إما شاريها أو ورثها عن أبائك وأجدادك من 100 سنة، تمام معاي؟ وشو السبب؟ والله يا معلم أنا لقيت لوحة مشروع التخرج اللي أنا كنت ناوي أسلمها في مشروع التخرج في 1995 تحت شجرة في قطعة الأرض تبعك، فهي قطعة الأرض تبعي الله يرضى عليك، اطلع منها أنا حاخدها، لا أنت ولا أولادك ولا حدا اللي دخل فيها، وإذا حدا بيفتح ثمه أنا ذابحه، وإذا حدا بيحكي فيه راح أطره من الأرض، وإذا حدا مش عارف شو أنتوا هيك هيك راح أطركم الأرض، فاطلعوا من موضوع الأرض هاي إلي. ساعتها تأكدين مليون بالمية لا تسامح دينه ولا تسامح أخوي ولا تسامح بأي شكل من الأشكال، وأنه أنت يا قاتله يا هو قاتلك، الموضوع منتهي. فخلينا نروق على بعض شوي، ولا تقول لي تسامح الديان مع هاي الشريحة اللي الموضوع تبعها منتهي. فما بالك في كيان صهيوني كامل احتل دولة كاملة وشرد أهلها وقتل أبنائها وسرق أراضيها وبهدم بيوتها وبسرق إرثها وبسرق تاريخها وبسرق معتقداتها كاملة، وبقول لك تسامح الديان، موضوع منتهي، نقطة وسط جديد. المهم معلم، هدول اليهود شو بيعملوا كل فترة؟ اليهود هدول كل فترة بيجوا على أساس إنه فترة الحج تبعتهم، وبجيبوا معهم هالكم غرض هيك، شوية مخطوطات من مزبطينهم مرستكينهم، على شوية كم ورقة كاتبين عليهم بالعبرية، على شوية كم حجر مكتوب عليه بالعبري، وبيخبوهم وين ما تزبط معاهم. أيوة، وين سمعنا هذا الحكي؟ صح يا كبير 100%. وين شفناه؟ شفناه بفيلم جابر، اللي شو حيصير فيه؟ اللي حييجي فيه ولد صغير ويلاقي حجر مكتوب عليه في العبري، واللي شو حيزعم ويدعي؟ انه هذا الحجر إلنا، اللي هم إلهم، اللي هم مين؟ اللي هم اليهود. واللي وين لقاه؟ واللي لقاه في البتراء. واللي البنطلون هذا لمين؟ هذا البنطلون للي إله الفلوس اللي فيه، أكيد مش لأخوه ولا لجاره ولا للغريب. واللي يا بأخده بخاطره، يا بأخده غصب عنه، يا بنمزعه وبنفرتكه وبرجع بأخده وبسويه وبضبطه زي ما أنا بدي. واللي لاقى اليهودي الحجر في البتراء، واللي حيدعي إنه الحجر إله، واللي حيدعي إنه البتراء إله، واللي حيدعي إنه الأردن إله، ويجي يحكي لك يا بأخدها يا بتطلعوا منها، يا بأخدها بالقوة يا بنمزعها، لا سمح الله وبرجع أضبطها زي ما بدي، واللي هو ما حدا رح يسمح فيه وما رح يقدر حدا ياخده وما حدا رح يقدر يحكي مع الأردن إن شاء الله، يعني بوعي أهلها بوعي شعبها بوعي الحكومة إن شاء الله تكون واعية، وبوعي القيادة الهاشمية اللي في الأردن. وأرجوكم ما حدا يحكي لي روق ولا تهول الموضوع وخذ لك سنيكرز أبو الجواسر أنت مو أنت وأنت جعان، لأنه هيك راحت فلسطين. والأعظم من هيك واللي أخطر من هيك، رقم واحد، ما حدا جايب سيرة هاي المواضيع بشكل جدي ومتخذ فيها إجراء لازم يكون جدي. رقم اثنين، اللي حكى أصلا في الموضوع عنوانه كان جدا جدا مموه، زيارة جماعة إلى لواء البتراء، أو زيارة جماعة إلى لواء البتراء ومقام النبي هارون ومارس طقوس غريبة. ما حد حكى أنه زيارة جماعة يهودية، ما حد جاب سيرة أنه إسرائيليين أو مش إسرائيليين، وما حدا جاب شو سيرة الطقوس اللي عملوها وشو أثرها وشو ممكن تكون تداعياتها. واللي كمان أسوأ من هيك أو أخطر من هيك، إنه ما في أي جهة حكومية أو خاصة عم تحكي إنه أنا مسؤوليتي إن أنا أتخذ قرار بأي شيء. يعني مثلا الفيلم أو المسلسل اللي تصوره في البتراء بحكي لك تيجي على الهيئة الملكية للأفلام، هذا مش من اختصاصنا احنا بس نعطي إذن للتصوير. تيجي على وزارة السياحة بحكي لك هذا مش اختصاصنا احنا بس نعطي إذن للتصوير في المناطق السياحية. تيجي على نقابة الفنانين الأردنيين بتحكي لك هذا مش اختصاصنا احنا حكينا للفنانين ونسحبوا من المسلسل عشان نبين شو اللي قاعد بصير فيه. طب اختصاص مين اللي يقرأ الإشي اللي بده يتصور إذا أنت بس تعطي إذن تصوير؟ طب شو اللي بده يتصور؟ يعني لما أعطيت إذن تصوير هو بناء على شو أعطيت إذن التصوير هذا؟ إنه والله أنت بس مبين عليك زلمة محترم وغانم روح صور. لا مش هيك الموضوع.
أهمها في الموضوع أبو البصل طلع قال لك اسمعوا معلم، أنا ما عجبنيش اللي صار في مقام النبي هارون، سكروا لي إياه، فيش حدا يدخل عليه خلاص، أنا زلمة ما مش راح أدخل عليه حدا، هاي المفتاح سكروا وأعطي لي إياه لمش عارف مين، أي حدا بده يدخل يدخل بإذن. معلم مش هيك الموضوع، احنا ما بدنا اشي او قرارات بفزع، احنا اللي بهمنا في الموضوع قرارات ممنهجة مبنية على علم وعارف ايش اللي بده يصير من وراء هذا القرار. يعني اكيد ما راح اسكر الاردن قدام كل الناس اللي بدها تيجي تعمل سياحة في الاردن، اكيد الفكرة في الموضوع قرار ممنهج، لما حدا يدخل على الاردن شكله هيئته هويته باسبور تبعه يعني كل اجراءاتها عادية وبتصير، هل عليه اشي ما عليه اشي، غريب مش غريب، يا سيدي دخل على الأردن لتسي ما صارش أي حدا ومسكه وعرف شو بده يسوي، دخل على الأردن راح على المناطق الأثرية، المناطق الأثرية هي مناطق سياحية وفي عليها دخولية وفي تفتيش، أكيد ببين من هيئته الواحد كيف شكله، هذا غريب ولا مش غريب، مقبول ولا مش مقبول في المجتمع اللي هو داخل عليه. Let's say إنه إحنا كمناطق سياحية إحنا ما بدنا نحكي له ما تدخل، بدنا نخليه يدخل، مع إنه اليهودي والإسرائيلي إحنا ما بدنا نخليه يدخل، بس بدنا نخليهم هالمرة دخلوا يا سيدي وهيئتهم غريبة، ودخلوا وراحوا يعملوا الشعائر اللي هم عملوها. لما وصلوا على المكان المقام مين فتح لهم إياه، أو إذا كان مفتوح أصلا المكان مفتوح للسياح لحتى يدخلوا عليه، دخلوا بلشوا يعملوا الشعائر والطقوس الغريبة اللي هم بيعملوها. يا زلمة الأماكن السياحية فيها شرطة سياحية المفروض، وفيها سيكوريتي، وفيها ناس أصلا في الأماكن السياحية، ما حدا شاف إنه هاي الطقوس غريبة ومنعهم إنهم يعملوا هاي الطقوس. يا سيدي ادخل شوف المقام، اطلع شوف المقام والمكان الموجود في المقام، اطلع على 1500 متر لفوق سطح البحر، بس ما تعمل الإشي اللي أنت بدك إياه، وإن شاء الله إنه ما يكون مشكلة أو صار إشي من اللي حكيته أنا أو تداعيات راح تصير بعد هيك بسبب هذا الموضوع، إن شاء الله أنه نتخذ فيها إجراءات، لأنه بدي أرجع أذكركم وأحكي لكم لأنه هيك راحت فلسطين.